من أول ما بدينا الحلقة عشرات الإيميلات من اليتيمات اللي ودهم يتداخلون وعندهم معاناة تشيب الرأس. خليني بس أرجع معك يا دكتورة ونتكلم عن البيوت هذه الجديدة اللي هي مزعجة زينب ومزعجة كثير من طيب بيوت الاجتماعية. زعجتنا كلنا والله. اي والله حتى الايميلات اللي تيجي كله مزعجين. اذا تسمح لي بس قبل البيوت الاجتماعية ابدي ارد على اللي اتصلت. واحدة من معاناة اليتيمات لما يسلموهم لحاضنات او حاضنين وبعد كم سنة يقرر الحاضن انه يرجع الطفل، سواء هو مات او الورثة ما يبوها او كده، ففجأة يجبروها ترجع الدار. وهذه بنت مثلا تكون عمرها في حياتها ما عاشت اصلا في دار وما في بديل، فليش مثلا ما يصير نظام يضمنه مثلا كل انسان يجي ياخذ طفل؟ اوكي بالعكس كويس انهم ياخذوهم، ولكن يعملون لليتيمات ضمان مالي في اليوم اللي حترجعهم لازم تدفع الضمان المالي عشان يقدروا يكفوا حياتهم، عشان ما يصير زي الشابه هذه اللي تكبلت بالديون. بالنسبه للدور، احنا اولادنا لما يسافروا برا ايش يجيهم؟ يجيهم هومسك، صح ولا لا؟ نعم. أو بنات الدور بيجيهم الهومسك لأنه ببساطة شديدة هم ما يعرفوا من العالم إلا هذا الدار، ولو ودوهم مول ولا حديقة ولا ودوهم عشاء ولا غدا فعندهم عالم مغلق جدا. هذا اللي يعرفوه. فجأة تجي تقول لهم بدون تهيئة في سن معين، وعشان دحين يعني أنهم بيواكبوا التغيرات اللي في البلد، يلا نوديكم على دار. أشيل نفسي إيه إذا كان أنا كبرت من أنا طفلة إلى عمري 20 سنة أو أكثر، وأنا في مشرفة تقول لي متى تصحي ومتى تنامي، أكل مع مجموعات بنات، أعرف إنه العالم كله أخواتي اللي موجودين في الدار، حتى المدارس يتكتلوا فيها بدرجة معينة، وفجأة أقول لها هي أطلع للعالم المفتوح. اللي عندنا في مشكلة كبيرة إلى الآن أستاذ علي في المدارس لما يعرفوا إنه الطفلة هذه من دار أيتام أو مجهولة هوية يتنمرون. والله العظيم الأهالي تقول لك تبعد بناتها، شيء مزعج. فتخيل لما تلاقي نفسها فجأة في الجامعة تنكسف تقول اسمها عشان لا يبعدوا عنها، وهي تروح في بيت ما هي عارفة كيف تديره. بتغلط طبعا، أكيد بتغلط، ولكن للأسف الشديد يحسب عليهم الخطأ وكأنها جريمة.